شو صار اليوم من 8 الصبح لل8 المساء؟ نعى حزب الله اليوم رئيس المجلس التنفيذي بالحزب هشام صفي الدين بعد التمكن من سحب جسمانه مع عدد من القياديين التانيين بالحزام الناري اللي استهدف منطقة المريجة ب23 الأول. هذا بيان عاجل إلى سكان منطقة الصور. أما بالعدوان فبلش نهارنا بتهديد إسرائيلي لحي كامل بصور مساحته تقريبا 400 متر مربع وبضم تقريبا 290 مبنى قريبة من الساحل وبلزق المنطقة الأثرية، واستهدف الاحتلال هيدي الأحياء ودمر فيها. كمان الصبح انفجر صاروخين من لبنان بسما تل أبيب، وأكثر من صاروخ وصلوا على مصانع بعكا وحيفا، وأعلن جيش الاحتلال اعتراض مسيرات انطلقت من لبنان، بينما أعلن حزب الله استهداف قاعدة زوفولون للصناعات العسكرية بحيفا، واستهدف أكثر من 10 تجمعات لجنود الاحتلال على الحدود. وبسبب الضربات اليومية أجلت جامعة حيفا بداية السنة الدراسية لعشرة تشرين الثاني. هي ضربة. خلال النهار تابع جيش الاحتلال عدوانه وغاراته على الجنوب والبقاع بمعركة بصور قتلت غارة 3 أشخاص، من بينهم دكتور اللغة العربية بالجامعة اللبنانية محمد خليل والصحفي حسين رومية، فارتفع عدد الصحفيين اللي استشهدوا بالعدوان ل7. بميفدون بالنبطية قتلت غارة شخصين، وأعلنت وزارة الصحة حصيلة جديدة للعدوان 2574 شهيد، 12000 ومصاب واحد. بالسياسة استقبل نبيه بري وزيرة خارجية ألمانيا ألانينا بيربوك، هي نفسها اللي من أسبوع طالبت بإسقاط صفة الحماية عن المنشآت المدنية بغزة. من بيروت أكدت بيربوك أنه بلدها واقف حدنا. بباريس التقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عشية انعقاد مؤتمر دعم شعب لبنان وسيادته، يلي رح يشارك فيه ممثلين عن 70 بلد و15 منظمة دولية. أمين الجميل وميشيل سليمان وفؤاد السنيورة طلوا بعد طول غياب وعملوا مؤتمر للمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وتطبيق 1701. وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أعلن عن تخصيص مبلغ جديد لدعم العائلات اللي ما بتستفيد من برامج الدعم السابقة اللي مقدمتها الوزارة. المفروض أنه هالخطوة بتأمن مساعدة نقدية ل53 ألف عائلة.